ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال تعالى ويوم يسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون قال تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وقال تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وقال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وقال تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بعد كل هذه الآيات وهذه الصور التي رأيناها ويأتي إنسان يشكك في يوم القيامة ويشكك في قدرة الله سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم وصلى الله عليه وسلم.